النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في الأردن نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الكتلة الهوائية الحارة المتوقعة أن تؤثر على المملكة وأيضا الارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي ارتفاع على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة كتلة هوائية حارة تندفع نحو المملكة قادمة من شبه الجزيرة العربية وموجة حارة تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم السبت صور اقمار صناعيه ملتقطه خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق بلاد الشام من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضه التي تشكلت فوق الجبال اللبنانيه لكن عم اصطفى في باقي مناطق بلاد الشام ومن ضمنها المملكه ننتقل وإياكم إلى هذه الخريطة الجوية لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة للدفاع لكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية هي ناتجة عن رد فعل لنزول بارد على غرب القارة الأوروبية وغرب البحر الأبيض المتوسط هذا النزول سيعمل على رد فعل عكسي وهو اندفاع لكتلة هوائية مختلفة الخصائص وأيضا معاكسة لهذه الكتلة الباردة في الاتجاه اي تتحرك من الجنوب نحو الشمال من شبه الجزيره العربيه شمالا باتجاه بلاد الشام. هذه الكتله الهوائيه ستبدا تاثيراتها تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعه لكن تشتد اعتبارا من يوم السبت. هذه التفاصيل ملاحظة في خرائط توزيع درجات الحراره المتوقعه من يوم الخميس وحتى يوم الاحد. يوم الخميس ساد طقس صيف اعتيادي درجات الحراره حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الجمعه تبدا درجات الحراره بالارتفاع تدريجيا. وتشتد هذه الأجواء الحارة يومي السبت والأحد مع تعمق هذه الكتل الهوائية الحارة والجفة وبالتالي خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم أجواء حارة وجافة وحارة ومرهقة في بعض المناطق خاصة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة هذا بالآن العاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود طقس ماء للبرودة في 18 درجة مئوية فقط متوقعة يوم الجمعة أو من ثلاث أيام القادمة عفواً نبدا بيوم الجمعه 31 درجه مئويه اما الصغرى ترتفع لتسجل 22 درجه مئويه يوم السبت ارتفاع واضح على درجات الحراره 35 درجه مئويه كحرارة عظمى اما الصغرى 26 درجه مئويه يوم الاحد المزيد من الارتفاع على درجات الحراره تلامس درجات الحراره 40 مئويه في العاصمه عمان اما الصغرى ترتفع لتسجل 27 درجه مئويه بهذا ننهي نشرتنا الى اللقاء